متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذا اليوم شابة من شباب طنجة المتألقين والمبدعين. نستضيف وإياكم صاحبة رواية آسيا، الرواية التي تبدو من مقدمتها أنها رواية جميلة. لا أكذب ولا أقول أنني قرأت هذه الرواية، ولكني اطلعت على بدايتها، فهي تبدو صراحة رواية شهية بالنسبة للقارئ. معنا ومعكم الكاتبة والمتألقة خلود الرشيدي. إن شاء الله نتعرفوا على خلود الشابة المتألقة، نتعرفوا على الرواية ديالها وبزاف الحوايج اللي غنعرفوهم مع الأخت الكاتبة والمؤلفة خلود. أختي خلود مرحبا بك. الله يكبر فيك. أختي خلود، بداية عرفنا براسك وعرف الجمهور. الاسم خلود الرشيدي، السن 24 سنة، من ساكنة مدينة طنجة، روائية، صاحبة رواية آسيا. أختي خلود، عرفنا بالكتاب آسيا أو برواية آسيا. أوكي. بالنسبة لرواية آسيا، هي رواية اللي كتحدث على المرأة بصفة عامة في المجتمع، المعاناة ديالها في وسط المجتمع أثناء البحث عن عمل، في الطلاق، في الزواج، الفكرة ديالنا على المرأة، الفكرة ديال المرأة في الرأس ولا في الدماغ ديال كل شخص فينا. مهم، كقضية كبرى اللي مذكورة في الرواية هي قضية المرأة بصفة عامة. آسيا تعالج قضية المرأة. صحيح، ولا نعتبروا آسيا تساوي المرأة. ما شاء الله، هي طبعا اسم أنثى تكون المرأة طبعا. صحيح. أختي فرود، بالنسبة لآسيا، كيفاش جاتك الفكرة أنك تكتبيها وتخرجيها للنجوم؟ كيف جات الفكرة؟ الصراحة إذا اعتبرنا باللي آسيا ولا المرأة اللي كنتحدث عليها في الرواية تقدر تكون واحد المرأة اللي في البيت ديال كل واحد فينا، تقدر تكون حنا بحد ذاتنا، علاش لا ما نكتبوش عليها؟ بحكم انه واحد الموضوع اللي شويه باقي كيتخاد بحساسيه وباقي مسكوت عنه ولا ما مهضورش عليه كفايه، علاش لا ما يكونش قضيه اللي نقدر انا نعالجها ولا اللي نحاول انني نعالجها عن طريق الروايه. تبارك الله عليك. شحال المده اللي استغرقتي في الكتابه ديالك؟ نقولوا استغرقت من 5 شهور ل6 شهور بشكل مستمر ولا بشكل يومي في الكتابه، اعتكاف الكتابه. صحيح. بالنسبه للعراقيل، طبعا عندكم كاين عراقيل اللي واجهتك في كتابه آسيا، شنو هما العراقيل اللي قرب الجمهور منهم؟ بالنسبه للعراقيل اثناء الكتابه، الصراحه الحاجه الوحيده اللي نقدر نهضر عليها هي كتابه الروايه بصفه عامه. ما كتشبهش الكتابه ديال قصه قصيره ولا مجموعه قصصيه، ولكن واحد العمل ادبي اللي كيحتاج واحد النفس طويل، انك تشدو من البدايه الاحداث حتى للنهايه، وانك يبقى عندك داك النفس الطويل حتى للاخر، حتى تكتب اخر كلمه فيها. كنظن هذه كانت هي اصعب حاجه بالنسبه لي. طبعا يكون كاين عراقيل من غير الكتابه، شنو هما العراقيل؟ يعني الكتابه ما يمكنش انها تكون بوحدها عراقيل، كاين عراقيل الطبع، كاين عراقيل النشر والتوزيع. صحيح. طبعا دابا تكلمنا غير على ما يتعلق بالكتابه بحد ذاتها، ومن بعد ملي كيكون العمل الادبي ديالك واجد وجاهز للنشر كيبداو عراقيل اخرى، فالطباعه، التعامل مع دار النشر، كيفاش غادي يخرج هذا العمل الادبي للوجود. من بين اولا نقولوا اكبر العراقيل اللي كاينه هي ما هو مادي، حيت كنهضروا مثلا انا كطالبه جامعيه واخرون اللي يقدروا مثلا يكونوا كيعانيوا من الفقر وبغاو يكتبوا عليه، صعيب انه واحد كيكتب على الفقر وكيعاني منه وغادي يمشي باش يطبع عمل ادبي يطلبوا له مثلا 10000 درهم ولا 8000 درهم، لا صعيبه. صراحه كنت في طور، ولكن الحمد لله خرج العمل الادبي للوجود. تبارك الله عليك. بالنسبه للعمل، طبعا عملتي له توزيع ومكاتب ولا؟ بالنسبة للتوزيع في المكاتب لا، ونجاوب على السؤال ديال علاش. بالنسبة لي لا، ولا بالنسبة لي الكاتب ككاتب العمل ديالو ماشي هو الكتابة فقط، أو المهمة ديالو ككاتب ماشي هي أنه يكتب ويخرج العمل الأدبي ديالو للوجود ويفرقوا للمكتبات ويرجع له، ولكن بالنسبة لي المهمة الكبرى ديالو هو كيفاش يوصل هذا العمل الأدبي لأكبر عدد ديال القراء وأكبر عدد ديال الشباب بالخصوص. وكنهضروا
على معضله القراءه اللي عندنا. ما عندنا الشباب اللي كيمشيو للمكاتب ويقلبوا على كتاب ويشوفوا ويقراوا العناوين الى اخره، ولكن في المقابل عندنا شباب اللي متواجدين في مواقع التواصل الاجتماعي الى اخره. وانا كنظن هذه هي النقطه اللي حاولت نخدم عليها في انني نوصل الكتاب للقارئ، هو انه يكون متواجد في مواقع التواصل الاجتماعي. واسهل طريقه في بلاصه ما يقلب عليه في مكتبات ويدي بلاصه، يقدر بنقره زر كما كنقولوا يكون الكتاب عنده في المكان، في طنجه، خارج طنجه، في كاع المغرب، في كاع دول العالم، باسهل طريقه ممكنه. صحيح، عدلت حفل التقديم والتوقيع ديال الروايه الاسبوع الماضي. كيفاش بالنسبه لحفل التوقيع؟ بالنسبه لي اللي كان جيد جدا. بالنسبه للاقبال كاول عمل ادبي ديالي وكاول اصدار كان اكثر من المتوقع، حيت صعيب بزاف كاتب في اول عمل ادبي ديالو عدد الحضور يفوت المئة. صعيب بزاف صعيب نعطيك رقم زعما الحاجه اللي كنت كنتوقع، ولكن كاع سقف التوقعات ديالي ما كانش كيوصل ما يقدر نقولوا 30 40، ولكن انه يقرب ل 150 شخص في الحضور. زائد كنهضروا على اشخاص اللي كتشوفهم باللي مهتمين، حيت كانوا بزاف ديال الناس اللي كيطرحوا اسئله اللي مهتمين بالكتابه، اللي كاع التركيز ديالهم على العمل الادبي وشنو فيه، وكيطرحوا اسئله اللي متعلقه بالعمل، متعلقه بالكتابه الى اخره. دونك التفاعل في حفل التوقيع كذلك مع عدد الحضور كان جيد جدا. كاين سؤال اخر اللي ربما بزاف ديال الناس غيبغيو يعرفوا الجواب ديالو، بالنسبه للخلود ككاتبه شابه خاصه في البدايه ديالها، واش تلقات دعم من مثلا وزاره الثقافه والمسؤولين على مجال الثقافه والشباب في المغرب؟ الجواب هو لا. من الاخر طرقتي شي باب ولا باقي ما عملتيش هذا النوع من المحاولات؟ بالنسبه لواش طرقت باب، طرقت باب قبل العمل الادبي هذا، قبل اسيا، وكان الجواب كيكون بالرفض، ماشي غير من الجهات المسؤوله وزاره الثقافه الى اخره، ولكن حتى من دور النشر بحد ذاتهم، وكيكون شروط اللي يقدر ما يتقبلها شي مجموعه ديال الكتب، بحال انه اننا نتكلفوا صحيح اننا مثلا نتكلفوا بالعمل الادبي ديالك نخرجوه للوجود، ولكن العمل الادبي ديالك يكون مع داكشي اللي كيتماشى مع التوجهات ديالنا، نحذفوا النصوص اللي بغينا، نخليو اللي بغينا، وداكشي كنظن ما كيتقبلوش الكتب، او على الاقل انا ما كنتقبلوش على الاقل. بالنسبه للمصدر الالهام كاين كتاب مغاربه او عرب او اللي تقدر تستلهم؟ نقولوا بلي عندي مجموعه ديال الكتب اللي كنستلهم منهم واللي كنقرا لهم. صعيب نعطي اسماء محدده، ولكن كاين كتب مغاربه اللي بالنسبه لي جيدين جدا، اللي نقول اقل ما يقال عنهم رائعين، واللي هما مصدر الالهام ديالي، وكنظن من الاحسن ما نعطيش اسماء. علاش؟ ومن الاحسن تكون عندك اعمال اخرى مستقبليه ان شاء الله. ان شاء الله، حيت بالنسبه لي مشوار الكتابه واحد المشوار اللي ما تقدر ما تعقلش فوقاش بديتي، وتقدر ما تحددش فوقاش غادي تنهي، ولكن واحد المشوار اللي كيكون طويل، صعيب نحدد العمل الادبي المقبل فوقاش غيكون، فوقاش غنبدا الى اخره، ولكن بالتاكيد غادي يكون ان شاء الله. بالنسبه للاسيا كتفكر انه تجدد مثلا طفله شي حوايج، تبدل شي حوايج في الغلاف ديالها، تبدل الطبعه؟ يقدر يكون في طور تحسين الجوده ديال سواء المحتوى ولا الطبعه ولا المنتوج الادبي بصفه عامه، يقدر يكون تجديد. عملتي الاسيا اشهار باش توصل للشباب والقارئ بشكل عام؟ نعم، بالنسبه للتسويق، وبحكم انها ماشي مده طويله باش صدرت الروايه، كنحاولوا نديروا ما امكن، وكنحاولوا اننا نسوقوه كيف ما قلت في مواقع التواصل الاجتماعي ما امكن، عبر الحملات الاعلانيه الى اخره. شكرا. اختي خلود، ختاما الحديث مشوق، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله في لقاء اخر مع روايه اخرى ان شاء الله. شنو هي اخر رساله تقدر توجهها للشباب، ماشي غير الكتاب، مثلا اي مجال، الناس اللي كتبدا كما قلت تكون عراقيل بزاف، ولكن المشكل هو واش انا عاد تكمل ولا عاد ترجع، شنو الرساله اللي تقدر توجهها للشباب باش يكملوا في داكشي اللي كيبغي؟
بالنسبه لي اول حاجه ماشي رساله ولكن نصيحه اللي نعطيها، كيف ما قلتي ماشي غير الكتاب ولكن اي واحد كيمارس الكتابه، كيمارس التجاره، كيمارس اي حاجه، ما ديرش الحاجه غير باش تسمى انت كدير داك الحاجه. نشرح لك، ما تكتبش غير باش تسمى انت كاتب، ما تكونش تاجر غير باش تربح الفلوس، ما تكونش غير باش تمارس داك الشيء. تكون واحد الخلفيه اخرى، صحيح تكون عندك واحد الخلفيه اخرى والايمان بداك الحاجه اللي كدير، واش مامن بها ما يكفي ولا لا. اذا كنتي مامن بها واخا يكون العراقيل اللي تواجهها كيف ما بغاو يكونوا، راه غتكمل بها حتى تقول هذه هي الحاجه اللي بغيت نوصل. بالنسبه للخروج، واش تقدر انها تقول للشباب كتبوا وتاخذوا مجال الكتابه بحالك او مثلا بحال الكتاب الاخرين ولا لا، خاصه في المغرب؟ داكشي ما متعلقش بنصيحتي انا، نقول لهم كتبوا لا، ولكن داكشي متعلق بالميول ديال كل واحد. اذا كان شي واحد اللي كيقرا بزاف راه النتيجه الحتميه ديالو هو انه يكون كاتب، وكاين طبعا اللي عنده الكتابه هوايه وكاين اللي عنده الكتابه موهبه، هذا هما الناس اللي كاينين في مجال الكتابه بحد ذاته. شكرا. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، ما خيبتيناش. العفو. ان شاء الله نشوفك في القمة، نشوفك ان شاء الله الحاج جبران خليل. ان شاء الله، علاش لا، ان شاء الله. شكرا. وانتم متابعي قناة اشواق تيفي الالكترونية، كانت هذه هي الكاتبة المتألقة خلود الراشدي، وكانت هذه هي روايتها آسيا، الرواية التي عرفتنا عنها بشكل قريب، عرفتنا عن كواليس هذه الرواية، كيف كتبتها وكيف كانت او كيف اتت فكرة كتابتها وما هي القضايا التي تعالجها آسيا والكثير الكثير. شكرا جزيلا لمتابعتكم، نلتقي بكم في القريب العاجل. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.